السلام عليكم إخواني وأخواتي في كل مكان. هادو أفعال في المطبخ إن كوتشينا. سأحاول أن أشرح المعنى لكل واحد مع النطق الصحيح. نبدأ على اليسار: ميسكولاري. ميسكولاري يعني هنا يخلط، تسمى ميسكولاري، تخلط شي حاجة. الفعل الثاني: غراتوجاري. غراتوجاري يعني مثلا فرماج او شيء ما، يعني تتحكو، تتسمى في الحكاكة غراتوجاري. غراتوجاري. ابريري. ابريري يفتح شيئا ما. ابريري ممكن استعمال ابريري في لابورتا مثلا، يعني تفتح، فعل فتح. فيرساري. فيرساري هنا يعني تيكب القهوة، يسكب قهوة. نمر إلى باتري. باتري هنا في الصورة مثلا لحم، باتري يعني تضرب، هنا مطرقة إما بالخشب أو حديد ليصبح حجم اللحم يعني رقيق. باتري. طيارة دائما على اليمين. طيارة مثلا لحم أو شيء ما، بسكين كولتيلو الفعل طيارة. طيارة في الوسط. رومبري. رومبري هنا يكسر، يهرس شي حاجة، يكسر. رومبري. سبيتسيتاري. سبيتسيتاري هنا يقطع يعني رقيق، شيء ما رقيق. سبيتسيتاري. بيلاري آخر فعل. بيلاري هنا مثلا تفاح، تقشير تفاح مثلا. بيلاري. هذا فيديو لتوضيح بعض الأفعال. شكرا لكم والسلام عليكم.